لحمه مع بصل مع ملح وفلفل، وحطيت زعتر، وهحط شويه من الريحان، وهعجنهم وهعملهم كور، ونبتدي نكمل مع بعض بقيه الطبق. وهقوم نازله بالزبده، وهنزل بكور اللحمه اهي اللي احنا عملناها، شويه سكر صغيرين، شايفين زي ما حضراتكم شايفينهم كده قد ايه اهم، شويه سكر كده صغيرين جدا بالشكل ده، بيدوني طعم حلو قوي للمكرونه الميت بول اهو. وهسيبها تغلي كويس لحد لما تستوي، وبعد كده نشوف مع بعض بنحط المكرونه ازاي. طبعا احنا ممكن نعمل حاجه في المكرونه، دايما انا بحب اديها نص سوا، ما بحبش اديها سوا كامل. ليه ما بداش سوا كامل؟ بحب احطها جدا في الصوص بتاع الطماطم، علشان لما تسخن وتاخد غلوه فيها ما تبقاش مهريه، يبقى طعمها حلو. هي بتستوي اهي في الصوص بتاعها اهو، المكرونه المسلوقه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. وبعد كده هقوم مقلباها في بعض، ناخد شويه من الصوص الريحان اللي عندنا مع شويه من الجبنه اهو بالشكل ده كده. وادي صوص الريحان الجميل اللي عندنا، معلقه صاحيه. ادي صوص الريحان زي ما احنا كده حاطين في قلب الكفته من جوه، بيدينا طعم وشكل حلو جدا.